دور ديالي في فيلم مطلقة الدار البيضاء، كيف ما العنوان ديالو كيقول، كيهضر على ظاهرة ديال الطلاق في المغرب ماشي غير في الدار البيضاء. والدور ديالي هو الدور ديال سميرة، واحد السيدة اللي قرات وتزوجات، دارت وليدات، كونت راسها مع رجلها بشوية بشوية، شراو دارهم، داروا يعني كل واحد دار المشروع ديالو، ومني كيوقعوا المشاكل كيلقاو راسهم خصهم يطلقوا، يعني ما بقاش شي حل اخر. فكاين كنشوفوا المشاكل اللي كتعاني منهم داك السيده وحتى الوليدات ماشي غير هي. فمره هو بغى يطلق، مره ما بغاش، مره كيجي مره ما كيجيش، شويه كيولي المشكل ديال شكون اللي غادي ياخذ الدار، انا اللي خلصتها، انا اللي خلصت المدرسه، انا اللي خلصت. فكنشوفوا المعاناه ديال هاد السيده ووليداتها، وحتى الراجل راه هو ما كانش هاني. دابا شوفوا الاحداث وتفهموا القصه ديال سميره. حتى شي علاقه سميره بزينب، يعني دو بيرسوناج كومبليتمون ديفيرون، ما كنشوفش راسي فيها نهائيا. كيفاش صافتي تجسديها؟ هذه الخدمه ديالي، يعني لا ولا بد، حنا خصك تعطونا ادوار، خصنا منيا قالت لنا مشات المحكمه، يعني ديك الذاكره الانفعاليه حاولت انا تحاول تبحث على هي هو كتبحث، وبطبيعه الحال كتشوف ونسخيس كيف لونتوراج ديالك، الناس اللي وقع لهم هذاك المشكل بحال هكا، كيفاش يعني عاشوا داك الحاله، كيفاش خرجوا راسهم منها، شنو كانت رده الفعل ديالهم. طبيعه الحال انك يعني تتانسبير من الناس اللي دايرين بك ومن القصص اللي كتسمع واللي كتعرف. في رايي ديالي ما كاينش الصبر، الناس ما بقاوش كيصبروا، و فكنظن انه الواحد الا كان ما يتصلح يتصلح سورتو على قبل الوليدات، الا وصلوا زعما صافي ما كاين حتى شي حل، ما كاين زعما كبروا المشاكل وداكشي، فمن الاحسن الواحد يتفرق ويعيشوا دوك الوليدات، ما يبقوش عايشين في ديك البيئه عامره بالمشاكل والغوات والصداع، وغادي يكبروا معقدين. واش الظروف المعيشيه ديال الحياه كيسبب الطلاق؟ كاين بزاف الحوايج، كاين الظروف المعيشيه، كاين كما قلت لك كاين ابخي الصبر، كاين اللي انا كنظن انه الصبر، يعني واخا تكون الظروف المعيشيه ولا يكونوا مسائل اخرين، والواحد كان يعني صبار وكيقنع ويعني بوزيتيف باغي يزيد القدام وباغي يلقى الحلول، فكنظن انه ماشي زعما ماشي غير الظروف المعيشيه هي اللي كتكون السبب ديال الطلاق. علاش المراه اللي ديما خصها تصبر؟ لا انا ما قلتش المراه اللي خصها تصبر، تقول لي شي حاجه اللي ما قلتش. في المجتمع ديالنا انا سولتك في المجتمع ديالنا علاش؟ كنظن انه هذا الشيء يمكن كان شحال هادي كنقولوا ان المراه بوحدها اللي خصها تصبر، علاش بوتيتر شحال هادي المراه ما كانتش كتخدم، ما عندهاش دخل، يعني راه طلقات كي غديري ودوك الوليدات، حتى العائله شحال هادي ما كانتش كتقبل الطلاق بحال دابا. دابا ولات المراه واخا تطلق واخا بوليداتها تقدر تعاود حياتها وتعاود تزوج عاوتاني، ولكن دوك الوليدات هما اللي تيبقاو في المشاكل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.